هذه أجمل تحية أعزائي المشاهدين ومتابعي ومشتركي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التحولات والتغييرات الفلكية لعام 2016 بالنسبة إلى الأبراج السينية. اليوم هو 15 من ديسمبر من عام 2015، وما زلنا بالفترة الحالية في سنة العنزة الصنف الخشبي. في تاريخ 8 من شهر إشباق فبراير من عام 2016 سندخل في سنة جديدة تحمل لنا المفاجآت الغير متوقعة والتحولات الاقتصادية، إضافة إلى التغيرات على البيئية. سنة القرد الصنف الناري هي سنة دموية تحمل لنا أيضا حروب ومشادات. أفضل الأبراج اللي تتميز في العام المقبل بحروب عالية جدا هم موارد برج القرد، إضافة إلى التنين والفأر. الأبراج اللي عندهم تغيرات إيجابية لكن بحروب أقل من الأبراج اللي ذكرتها الثلاثة الأولى هم موارد برج الخنزير، إضافة إلى الحية والكلب وموارد برج الحصان. أما الأبراج اللي تبذل المجهود واللي هي تحت الوسط هم موارد برج العنزة، إضافة إلى الدجاجة والأرنب والبقرة. أما موارد برج النمر فهو من أكثر الموارد اللي راح يبذل المجهود في العام المقبل. بشكل مختصر لكل برج، بالنسبة إلى الفأر أقدر أقول ستبذل مجهود ومجهود لكن تقطف جميع ثمار ما بذلته في بداية العام. أما بالنسبة لموارد برج البقرة فأقول تشعر بالضيق والكآبة لكن عليك الصبر والابتسامة. مولود برج النمر سوف تحطم جميع العقبات والحواجز أمامك وسوف تدخل في مغامرات لكن قد تترقب نتائجها سارة. أما مولود برج الأرنب فهذه السنة ليس فيها شيء مضمون، إما زواج أو طلاق حتمي. بالنسبة لمولود برج التنين سوف تبذل مجهود وتدخل في مغامرات وممكن أن تنخفض أو يرتفع شأنك. أما بالنسبة لمولد برج الحية فنقول دع الأمور تجري كما هي واترك الماضي خلف ظهرك. الحصان نقول ابذل مجهود ووسع من نطاق عملك ومشاريعك لكن احذر من المحتالين من حولك. مولد برج العنزة نقول ليس بإمكانك الفرار من كلام الناس، فخذ الحيطة والحذر من المقربين لك. بالنسبة لمولد برج الدجاجة يقول نظم أوضاعك لأن حماستك العالية قد تجعلك تبكي في نهاية العام. بالنسبة لمولد برج الكلب ستخرج من معركة منتصر وعليك أن تكون شجاعا في تحمل العواقب. مولد برج الخنزير يقول وسع من نطاق أفكارك وأعمالك فهي محسومة لصالحك لأن أفكارك العقلية تنسجم مع رغباتك وعواطفك الداخلية. هذا بالنسبة إلى مواليد الأبراج الاثني عشر الصينية. المولودين في الصيف سوف تكون لهم حظوظ أكبر وأوفر من مواليد الفصول الأخرى. تمنياتي للجميع بعام سعيد مكلل بالانتصارات وتحقيق الأمنيات. الخبير الفلكي والروحاني سلام.